السلطة ديال العدس او مع السلطة بتاعت العدس. هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها عدس بجبة، ثوم بالقشر، وورق لورا. هنحتاج ده بالنسبة للعدس، وملح وفلفل. ركزوا معايا وكل حاجة لوحدها. بالنسبة للصوص هنحتاج فيه ملح وفلفل طبعا، زيت زيتون وزيت مائدة اللي هو زيت نباتي، كزبرة مفرومة ناعم، بصل أخضر مفروم ناعم، وعندي عصير ليمون وخل. المقادير بالظبط هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة. وعشان نخلط السلطة أو عشان نكمل باقي السلطة بتاعتنا هنحتاج طماطم متقطعة مربعات صغيرة جدا، خرشوف متقطع صغير جدا أو وسط بس يبقى مسلوق في مية مملحة، فاصوليا خضراء برضو مسلوقة في مية مملحة ومتقطعة يعني قد العقلة بتاعت الصابع، وشرايح بصل تكون متقطعة جوليان، متقطعة رفيع، أكتر حاجة عندكم رفيعة خالص، وبيض وخل، ومية مغلية طبعا. أنا حتى المية المغلية بتاعتي بتغلي. بالنسبة للعدس طبعا احنا لو جينا نعمل العدس دلوقتي مع بعض هيبقى الموضوع ياخد مننا وقت طويل جدا، فأنا قلت أختصر وأعمله لكم تلاقوه جاهز عندي عشان نخلط السلطة على طول. طيب العدس هحتاج له مية كأننا هنسلقه في مية، وشوية زيت يعني هنحط شوية مية تغلي، هنحط فيها العدس، هنحط فيها الثوم، هنحط فيها ورق اللورة وشوية ملح وفلفل، ونخليهم يغلوا مع بعض لحد ما يتسلق العدس بتاعي، وبيبقى بالشكل ده يعني عدس مسلوق عادي جدا. المهم نطلعه مسلوق كويس جدا ويبقى مستوي. التوم يبقى بالقشر بتاعه، ما نشيلش القشر خالص. انا حبيت اوريكم بس المقادير بتاعته، احنا مش هنعمله مع بعض بس هو سهل يعني. احنا زي ما قلت لكم مية مغلية، ثوم بالقشر، ورق لورا، ملح وفلفل، ونقطة زيت نباتي عادي جدا ما فيهاش اي حاجة. هاخد اول حاجة اعملها هحط طماطم، وخليني اعمل لكم كده. يلا اهو هسيب شوية عندي هنا. هاخد البصل برضو هسيب منه شوية اهو، هننزل كل حاجة مع بعضها وهنسيب شوية شوية شوية. الخرشوف اهو برضو شوية، والفاصوليا الخضراء هنسيب برضو شوية، ده حرام يوعى. ونخلط كل حاجة على بعضها بالراحة من غير ما نعجنهم ببعض او ندوس عليهم فيبقى منظرهم مش لطيف. خلينا نحركهم بالراحة، وما ننساش انه عندنا الطماطم هتتهرس بسرعة جدا لو قعدنا نقلبها بطريقة جامدة قوي. الخرشوف نفس الموضوع، والعدس كمان نفس الموضوع، فاحنا هنقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بطريقة خفيفة جدا. التوم ضروري تحطوه بالقشر بتاعه، وما تشيلوهوش بعد كده لا هو ورق ولا ورق اللورة، يعني هنسيبهم زي ما هم. تعالوا ناخد طبق بتاعنا ونحط فيه السلطة. هنحط السلطة بتاعتنا. اوكي، وهنعمل دلوقتي الصوص. تعالوا نعمل مع بعض الصوص. قبل ما اعمل الصوص معاكم عايزه اعمل حاجه. عندي البيض هحتاجه في ايه؟ هحتاجه في الميه، يعني هحتاجه للميه. هاخد هنا شويه خل مع الميه، هسيبها تغلي غلوه كمان، وهقوم واخده البيض بتاعي بالشكل ده. هنزل دي، هنزل كل واحدة لوحدها. يفضل انكم تكسروا طبعا البيضة بالشكل ده، يعني يفضل اننا نكسر البيضة مع على المية على طول، يعني ده يفضل أحسن بكتير. طبعا الصوص قلنا هناخد فيه كزبرة مفرومة ناعم، بصل أخضر مفروم ناعم، ليمون، عصير ليمون أضلية مش ليمون عادي، خل وملح وفلفل وزيت زيتون وشوية زيت نباتي. خلينا نعملهم مع بعض. هاخد شوية زيت زيتون، زيت نباتي هيبقى أكبر من زيت، أكتر من زيت الزيتون، لأن ده بينس بنديله نكهة بس. والملح والفلفل طبعا، ما تنسوش ان هنا في ليمون في خل، فخدوا بالكم صوص الخل ده بيبقى حلو جدا مع السلطات.
مع السلطات كمان الناس اللي عايزه تعمل دايت، بس ما نحطش زيت نباتي خالص، نحط زيت زيتون فقط لا غير. هخلطه بسيط. في اللي بيحب يضيف كمان اللي بيحب يضيف كمان شطه عليه، بس شطه تبقى خضراء مش حمراء ولا اي لون، هو الصوص اخضر بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد مطيشه او طماطم شويه هنا بالشكل ده، هاخد الفاصوليا بتاعتي في النص، هزود طماطم بالشكل ده. تعالوا بينا ناخد شوية من الخرشوف من فوق هنا كده. احنا كده احنا عملنا الصوص، عملنا كل حاجة، هيفضل لنا البصل بس وننزل الصوص. بس قبل ما نعمل ده هنعمل ايه؟ خليني اخد بولة هنا ونجيب دي. عايزة بسم الله خلينا ناخدهم. بنسيبهم بالشكل ده، بنعملهم بالطريقة دي. هاخد أنا دي بنقيها، هاخد الصوص وهنزله عليه.